حاليا احنا بالدوحة، وصلنا الدوحة. هذا الدرب لوسيل، هذا بدايته. درب لوسيل هناك، هذا هذا فندق هيلتون اللؤلؤة، احنا بالدور 17. طبعا في اعتقد 35 دور، يعني مستوى متوسط، لكن المنظر بس عجيب. منطقة اللؤلؤة، احنا الطرف اللؤلؤة قدامنا، يعني منطقة فنادق سكن. خلاص هذه المواقف، هذا سطح المواقف، ما شاء الله عندهم مواقف كذا دور. هذا المسبح، هذه البلكونة. إذا قدرت أصور لكم الغرفة من الداخل، هيلتون اللؤلؤة. هذه طلة سريعة على الصالة، معطينا غرفة وصالة. ناسي والله انا شنو حجزت، مرة حجزت غرفة وصالة وكنسلت، ومرة خذيت غرفة ما ادري شنو. عاد هو يقول سويت لكم ابجريد، ما ادري من صدق ولا والله دخت من كثر ما كنسلت وغيرت. لكن عموما هذه الصالة فيها عودة، فيها كل شيء مجهزة ما شاء الله، دورتين مياه وغسالة. عودة صراحة خوش. حاليا في مريال ووتر بارك، مدينة المائية مريال جديدة هذه. الحين سوفت اوبننج، توهم ما فتحوها رسمي، بس فاتحين معظم الالعاب، وللحين في طور يعني انه قاعد يكملون الشغل. في كذا لعبة ما فتحوها، في قطار الموت بعد ما فتحوه، لكن الالعاب الموجودة رهيبة. احسن مدينه مائيه لعبت فيها بالخليج، جربت انا كل العاب مائيه بالخليج، هذه رهيبه. طبعا خل عنكم موسيقى شوي قويه، بس الالعاب مو طبيعيه. خل عنكم العاب اليهال، في كذا واحد ما قرب يمهم، ما ويانا احد، لكن الالعاب مالتها رهيبه. والحين بوريكم اهم نقطه فيها. احلى شيء بالمدينه هذه رقم قياسي عالمي كاطول زحلاقيه مائيه بالعالم. طبعا ارتفاع مطري. دور السادس، احلى ميزه فيه انك تصعد بالاسانسير، يعني وجود الاسانسير منقذ، ولا
شي صعدنا هذا كله. شنو هذا؟ واحدة من أطول الزحلاقيات Your attention please. شفتها بحياتي. Mariel Water Park. بيسكرون الحين. Ixos Kataifan Island North is now closed. Kindly proceed to the exit and don't forget to drop your wristbands. Thank you for spending your day with us. We hope to see you again soon. إرجع الانتباه. هذا المنظر من بلكونة فندق هيلتون اللورا، منظر جميل، الألوان عجيبة، المباني اليمنى، منطقة اللؤلؤة غنية عن التعريف، يعني ما يحتاج أوصفها. هذا المسجد وايد عجيب الليل والنهار مميز. استاد البيت، احد الملاعب اللي كان فيها كاس العالم. تصوير ما شاء الله. النارة هذه شوفوا على شكل ابره اللي يخيطون فيها البيت. هذا شكله من فوق، طبعا الحين كان مكان تحت ما يبين لك من فوق شكله شلون، كان مكان وايد مميز، تصميم حلو حتى الطبيعه. شمال قوي صافي من مساح لك الغروب. احنا قربنا عند الحسن الحين، الله يسهل طريقنا، رادين الكويت. الله يعين، ما ادري الصافي وش سوى بالسياره.